السلام عليكم اخوتي، كنقولوا التحيات ديالنا لجميع اخواتنا المغاربه داخل المغرب وخارج المغرب، حتى اخواتنا الجاليه المغربيه اللي موجوده بخارج، كنقولوا التحيه ديالنا من هذه المباراه اخوتي. وانتم عارفين القصه ديال محمد الطبيب اللي كيعاونكم داخل السجن، داخل العذاب والالم. هذا هو اللي ما سمعتش والديه، وانا ما حاشا ولله كنت كنسمع والديا، والحق كتبت عليا، كتب عليا العذاب والالم، ما عندي ما نقول. وهذه النهايه ديال بنادم اللي كتمشي له حياته كامله وبقى على العمر. هذا واحد منهم هو عبد الربيع اللي كيهضر معكم علاش الدنيا تبدلات عليا بزاف. كما كنقولوا الحريه تبدلات، ولو خرجنا للحريه راه الحريه تبدلات علينا بزاف بالتصرف ديالها، وبزاف الحاجات خليناهم مجبرناهم شي. باش كنقولوا للشباب ردوا بالكم من السجن، الحبس راه قبيح وقبيح بزاف على هاد الاشياء اللي كنسمعوا واللي كنعيشوها دائما، واللي بزاف ديال الحاجات الله يلهي الله محمد رسول الله وخرجنا وجبرنا هادشي هذا موجود. وتقريبا الناس اللي كنقولوا كنهضروا مع الشباب راه هذا كنهضروا معاهم، كنهضروا معاهم ماشي الفرجه، كنهضروا معاهم باش بنادم يديها عبره ويشوف مع راسو. انا بيدي مشاو لي والديا شنو عندي دابا في هاد الحياه. انا كنعمل لكم فيديو من القهوه، دابا فيديو من القهوه، العواجر ورمضان والناس عايشه والناس متعه وكذا وهادي، وانا كنقيل جالس في القهوه وبالليل جالس في القهوه حتى كيقرب الصباح، شي مره كنعس في القهوه. علاش؟ ما عملت والو في حياتي، ما عملت والو، الحياه كامله مشات داخل السجن، وليت عايش في القهوه، ساكن في القهوه، دابا كنهضر معاكم من القهوه وربي شاهد. الحياه كامله مشات وانا جالس في القهوه، الناس صايمه كدور شي كيفت على حلوياتي، كيفت على السقايتي، كيفت على كذا، وانا جالس في القهوه في عنمشي. خرجت من الحبس، انا في الحبس الحقيقي، عاود الحبس بلي بلا كريات برا، هاد ترجمهم فوق راسي بالشباك، حديت تابعني تابعني. هذا هو اللي كاين، كنقولوا للشباب ردوا بالكم باش ما يوقع لكمش اللي وقع لي انا، باش ما تدخلوش ديك البيت اللي سميتو الجحيم، ديك البيت اللي سميتو من الدار للنار، ديك البيت اللي حياه في الظلام. انا بقى على العمر عايش معاكم عام فضل الله، عايشين عام مع الرجال ومع الناس اللي كتضامن معانا واللي كتعاوننا واللي كتدعمنا واللي كتعرف بحق الرجوله. احنا خلينا الكلمه كيقولوا الرجال، دابا ولات الرجوله قطعوا بالمقص، نقصوا منا. اما كيرحمك سي بنادم، دابا ما كاينش مرحميني، اما بقاش ديك السي اللي كتعرفوا شحال هذه واللي عشناه واللي كنا باقيين صغار، اللي كانوا والدينا. مشاو والدينا ما بقى والو، ابقى حتى حاجه. خرجت من حبس مرت والديا، مشاو راه ما بقى والو، عايش من فضل الله. ثلاث شهور وانا مريض، ثلاث شهور وانا مريض، قسموا يمينك قسموا بالله العظيم، وهاد العواشر هادي ثلاث شهور وانا مريض، وانا باقي مريض. هانتوما والله العظيم وباقي مريض، وباقي مريض، الضاق ديال القلب وكذا والضيقه ازماطيك ومصارم، وفيا بزاف ديال المسائل، ومخلوع نعمل ديك السكانير، والله الا مخلوع، مخلوع نعمل ديك السكانير على حساب ياس كما كيقول بنادم اللي العين بصيره وليد قصيره. راه ما عنديش امكانيات باش نكونوا واقعيين، شحال واحد دابا كيجيب له والله انا خرجت من الحبس وعملت اليوتيوب راه كنجبر، دخل اخي القناه وتشوف قناه تسنوا فيها وتعرف كلشي ونعطيوك من الاول حتى الاخر. بغينا زعما على الله وعسى يضامنوا معنا الرجال ويعاونونا في هذه القناه ويبارطاجيو معنا ونطلعوا حتى حنا نديو البركه اللي كنسمعوا الناس كيدبروا والو من هذاك الشيء. هذاك ما كاين والو، كما قال مات الطباخ ما تبرغاو، كنتعاودوا مع الرجال ومع كذا. بعض الرجال الله يطول بعمرهم بلا ما نسميهم، بلا هادي بلا يوتيوب بلا والو، قعدت لك يقول لك اخي محمد مشي انا الامور ديالك انا صرت لك كذا وكذا وكذا، هذه هي الحقيقه. وما نسميهم شي بعض الرجال والله ما كنعرفوهم، ضامنوا معنا في المرض ديالنا وضامنوا معنا بزاف ديال الاشياء. ومن القهوه كنهضر معكم، من القهوه قادس القهوه، وقادس القهوه والعواشر هادي يا عباد الله، العواشر هادي وقادس القهوه السرجم فوق راسي. هذا هو المصير ديال السجناء، هذا هو المصير ديال بنادم اللي فلت بعمره. هذوك اللي كانوا باغينا مزيان مشاو، الله يرحمهم برحمه الله الوالدين، والله يسمح علينا والله يجعل ربي يغفر لهم ويغفر لجميع المسلمين. اباش كنقولوا للشباب رد بالك، راه حنا عايشين مع رجال، انا مريض ميتا كنقيل كاس قهوه، مالي موظف، انا عندي مانضه، عندي الشهريه، خدام
ما خدام ما ردم ما عندي مانضة ما عندي شهرية ما عندي والو. عايز القدرة الإلهية، عايز القدرة الإلهية. الأب ديالي مسكين خلاه واحد البركة، وديك البركة ضعيفة بالنسبة لي أنا ضعيفة، وربي شاهد عليا مع الورثة وكذا. هادي كتجيني واحد النصيب قليل، ما يكفاليش الشهر كامل، وعندي مصروف وعندي الموطة وعندي بزاف ديال المسائل وكذا وهادي. وإذا كنت كان العام الحي كنهضرش، الله اللي عالم على كل شيء. وإذا كنت كي وكذا بحالنا باقي في السجن، باقي في السجن كنعرف راسي الماكلة عجيبوها هما، وبزاف الحاجات كيتحملوا بها الإدارة، وبزاف الحاجات كتحمل بها المؤسسة. أمرا ما كاينش مرحمين، طول تعيط عاد تسري شي حاجة خصك الفلوس، عاد ملي خصك الفلوس، غادي خصك الفلوس، أي حاجة خصك الفلوس. ما عندكش فلوس راك منحوس، راك مقصير، تا واحد ما يبغيك إلا ما عندكش المصروف. ما عندكش الصايرة ما يبغيك تا واحد، خصك المصروف. ها باش كنقولوا للشباب ردوا بالكم أخوتي، ردوا بالكم، عندكم يوقع لكم ما وقع لنا. أنا ميت ما متش، وأنا ميت وأنا حي في الحياة، هذا هو ميت وأنا حي. دابا شنو غنعدي؟ بزاف الحاجات خصني، وبزاف الحاجات كذا، ماي ماي غنجيبو ماي؟ واش باقي صغير؟ وقال له خدمة صغري كبري. لاجور اللخرية ما عملناهاش بين نعسو، لاجور اللخرية حتى البلاصة بين نعسو ما عملناهاش. حتى المشكل اللي ضربت عليه الحبس، واللي عوضوا الدراري في الايام ديال الاضرابات وكذا، والله ما عوضوني ولا عطوني شي حاجه، والله شاهد وكلشي كيسمع. اضراب ديال 84 والله ما صبرت شي درهم، 20 عام الاوليه والله ما عطوني شي درهم، عطاو الدراري التعويضات كاملين. انا واحد 5 بينات تقريبا باقي ما صبرناش، وشحال هادي من سنه طلع انا جيني انا عييت كيفاش نصبرها في القبر. والحمد لله ما طالبين حتى حاجه، ديك التعويضات ما كانوش مكتبين كاع، ما يكتبوا عاد شي مع الرجال وما الحباب. وما السنايده علاش كنقولوا للشباب ردوا بالكم؟ الحبس راه قبيح، والتحرك قبيحه، والعواشر هذه كنشوفوا بعض الحالات وبعض الدبازي وبعض كذا، ها الجناوه ها الصبابر ها ما نعرفش شنو، انا نقتل انا نسلخ انا كذا. راه شفناهم والله الا جابوهم علينا في رمضان، دخلوهم علينا في رمضان كتعرف، ها محاولة القتل، ها القتل والله العظيم يعز عليك. مني كيبرد بنادم داخل في هذا البيت، هذا البيت اللي سميتكم داخل السجن ديال الجنايات، مني كيبرد بنادم وكيعمل في راسو بحال هذا، وكيفطر وكيتكيف وكيعرف راسو على الجا، وكيجبر راسو ما جي على روح، إلى 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 الله محمد رسول الله. إما يهرب لك مفريخ، أولا تبقى تولي كتبكي بالليل والنهار الندامة ما عاد نفعتش. راه إلا وقعت لك الواقعة أخوتي الشباب راه ما نفعك الندامة، عايد وزوك المحكمة، إما يعطوك 20 ولا 30 عام ولا مؤبد على ساعة دقيقة تصبر. ما صبرتيش وانت بغيتي تمثل أو بغيتي تبان أو بغيتي تبين صحتك أو بغيتي كذا، عاد أدي الحياة ديالك كاملة في السجن. حنا ما عملنا والو من هاد الأشياء هادي، ومشاتنا الحياة ديالنا كاملة. علاش كنقولو للشباب ردوا لك من الحفرة؟ عندك طاح ديك الحفرة اللي عاد وصلنا لهاد البيت اللي سميتو انا من الدار للنار، او حياة في الجحيم. القلق راه كيوصل بنادم لواحد الحالة اللي ما عاد تصورش، وغيوصلك لواحد الحالة اللي ما عندهاش الطريق. علاش كنقولو للشباب ردوا بالكم؟ حيدوا عليكم العصب، حيدوا عليكم. راه العصب راه كيجي من مخدرات، كيجي من الزطلة، وكيجي من القرقوبي، وكيجي بعض الاشياء اللي مبلي بها بنادم. راه الا ما عرفتي تسير راسك راه عدي حياتك كاملة. راه ما عاد صبرت شي نص نهار رمضان، وعاد بان فيها انا راجل، وعاد بين في الحومة ولا في الدرب ولا في الشارع ولا في شي موقع، وعاد يطلع لك زعما الدم ياك، نقولوها بالدارجة، عاد يطلع لك الدم، وعاد خسر، وعاد خسر مع الناس، وعاد بان، وعاد جبد سيف ولا جبد زبارة ولا جبد ما نعرفش، عاد جبد ما رخا جبد اللي جبدتي. في الاخر عاد تصرف عليك المخزن بغيتي ولا كرهتي. في الاخر البطل هو الشيطان اللي درمك في ديك المشكل، والمخزن عاد يتصرف عليك، وعاد تندم وتقول قال محمد الطبيب الله يذكره بخير يا كنت موت يا باقي في الحياه. احنا عايشين سبارتير خوتي الشباب، احنا عايشين سبارتير على العمر اللي بقى، راه والله الا على العمر. وكنمشيو بالزز هذيك تشوف كاسادوره ولا كذا عرجل، او تشوف شي حاجه عرجل،
ما كاين حتى حاجه عام اجل الرجال وباقي الخير. الله سبحانه عز وجل عايز كنقولوا للشباب ردوا بالكم كيعزوا علينا. حنا ما كنعملوش فيديوهات عبره، حنا كنعملوهم من بنادم بس عبره نشوف بنادم والشباب ردوا بالهم. علاش كنجيو شي اشياء في هذا العواش رمضان؟ الدبازي والسخط والكشكوشه خارجه وانا نعمل وانا نصنع وانا نطيح وانا نصنع، راه ما عاد عمل والو. اخر ساعه يتصرف عليك المخزن بغيتي ولا كراتي، وطع الامر الواقع وعيدخلك لواحد البيت السراجم ديالو بحال هذا اللي فوق راسي بالحديد، وعاد تشد عليك الباب وعاد ولي تاكل بالكرام. ودابا الحاج دابا ما بقاتش فيه القفه كتدخل، اما كاينش القفه، ما كاينش حط مقلي، ما كاينش الجداد مشوي، ما كاينش ديك الضخامات، ما كاينش الشرايط اللي كتعرف. راه كاين الماكله ديال السجن، الماكله ديال الحبس، بغيتي ولا كراتي، تكون تعجبك ولا ما تعجبكش هذاك شغلك هذاك. وعاد تسنى المحكمه تبقى تتمنى يحكموك، كل مره شهر يدوز وعام وعامين وانت باقي ما تحكمتيش. واخا يكون عندك الموتور ديال الحمار يطيح ماشي القلب، وعاد خرج معاك بحالنا اربعه خمسه الامراض من الحبس، خرجتهم من الحبس انا مريض بهم كنعمل روينه ديال الدواوات، ما خليتي ندوزت، باقي ما قالوا لي شي باش مريض، كيعطيوني عاد الدواء، هذا هو الحبس، قتلوني بالدواء، الطبيب اللي كنمشي لعندو كيعطيك ميكا الدواء، كدوز كيعطيك ميكا الدواء، هذا هو اللي كاين، باش مريض ولا كذا ما عرفنا باش، والسلطان ولا شي ساخط ولا كذا ولا مشات لشي بياسة ولا عايشين بفضل الله. أنا قلت لكم فيديو كنعملو من القهوة، علاش ما عندي لا مقر، ما عندي مانجر، ما عندي شي واحد يتعاون معايا، الميتر في القناة، ما عندي والو، راه إلا طلع شي واحد عندكم وقال لكم أنا من أجل الطبيب أو من أجل محمد عرفو كيكذب. أنا كنهضر معكم هيدا مباشرة، واللي بغاني يهضر معايا في الواتساب مباشرة، ماشي يهضر معكم شي واحد بسميتي ولا بطريق ديالي ولا كذا ولا هادي، راه ما كاينش هادشي هذا. اللي بغى يتعامل مع محمد الطبيب مباشره الصوره ديالو والقناه ديالو كتعرفوها في اليوتيوب كتعرفوها في التيك توك، عاد عملت واحده في التيك توك على الله وعسى كنقول زعما يفتح علينا الله، باقي ما كاين والو. وانتم كتعرفوا ما كيدعموش الناس اللي مقتوله والناس اللي مشات الحياه ديالها، اللي انا ميت حتى انا نعيش معاكم هاد العام ولا عامين اللي باقا بالحياه، كيعاونوا على شي ناس انتم عارفين بلا ما نسمي. انا ما نجيبش المراه ولا نجيب العائله ولا نجيب العائل ولا نجيب شي حاجه ونشطحوا لكم ولا كذا، حنا كنقول الله يحفظنا ويحفظكم. حنا ما كنبيعوش القرض ونضحكوا على مولاه، حنا ما كنضحكوش على المغاربه، خواتنا المغاربه كاملين داخل المغرب وخارج المغرب عزازين وغاليين، تخدرت علينا الحياه ديالنا ضاعت بطل باطلا، ما خصناش يضيعوا فيها رجال اخرين ويضيعوا فيها شباب اخرين. حنا هادشي هذا كنعملوه للعبره ماشي للفرجه. حنا كنقول لكم كاين واحد البيت داخل الشجيج، اخطر بيت هو بيت الجنايات، بيت ديال الضيافه، راه الا دخلوا بنادم تما. دابا هاد الناس اللي كيدابزوا في رمضان واللي كيدوا الشفاري واللي كيدوا السيوفه واللي انا وانا، واحد بلعه ديال الروايات، واحد بلعه ديال الافلام، والله العظيم ملي كيهبطوها كيبداو من الكوميساريه هو كيبكي. عادات شفناهم بعيننا، كاين اللي هرب له الفريخ، دخلنا هاد البيت هذا داخل الشجن، ناد جنايات ناد بيت جنايات، هرب له الفريخ على جبر الوسخ وجبر القمل وجبر جبر الحكه وجبر الامراض، ما كاين تما مرحمين. بنادم مريض يلصق فيك المرض ديالو، ما كاينش هذا، هذا لاصق في هذا، ما كاينش بنادم كينعسو الارض لاصق في بعضو، الاكتضاد، بنادم كيتصق فيك بحال ناعس مع المرا بات مدرعك. هذا هو هاد البيت هاد الجنايات، هذا هو هاد البيت الخبيث، هذا هو هاد البيت الجحيم، هذا هو هاد البيت مضر للنار. علاش كنقولو للشباب ردوا بالكم؟ ما كنتش كترضى بقدي، إذا ما رضيتيش بهضرة راك عادي تسمع هدايار، ما رضيتيش زعما ما كنتش كترضى، والله تا ترضى بشي حاجة اللي ما طحتش على بالك، كنتي كتقول أنت راجل والله تيطيحوا لك بالكرامة ديالك للأرض، والله تيحكوا لك زنافرك مع الأرض. المخزن هو البطل أشري، ما حتى تعرف نبقاو نهضرو، طير تدعية عادي يشدوك عادي يولي كتعرف كما كنقولو شي حاجة اللي ما طحتش على بالك عاد تشوفها.
والحاجه اللي ما عمرك سمعتيها عاد تسمعها، والحاجه اللي ما عمرك كليتيها عاد تاكلها. ثلاثه اشياء خطيرين، الحاجه اللي ما كتعجبكش اني ما كتعجبكش تاكلها عاد تاكلها، واللي ما كيعجبكش تسمعها عاد تسمعها. السبان عاد تسمعوا ليل ونهار، طيح الكرامه وطيح الرجوله، الرجوله عاد طيح ما عاد بقاش. هذا هو الحبس. علاش كنقولوا للشجناء ردوا بالكم، الشباب ردوا بالكم، حيدوا علينا كما كيقولوا السخانه الراس كتولي بالبروديه، حيدوا علينا العصب، حيدوا علينا البليات، حيدوا علينا داك الشيء اللي كيخدر لك عقلك وكتبقى تبرزط. راه عادي تطيح في الخشبه وعاد تقول قال الضبير. اعوذ بالله من قولتنا، حنا لله في سبيل الله كنهضروا، ما كنبغيو حتى لواحد الضرر. وانا كنهضر معكم من القهوه، علاش؟ ما عملتش داك الشيء اللي كنعاودكم عليه دابا، ما عملتش. انا طلعت عنت غدا رجعت ما رجعتش للدار. حمله واضراب وناضت الهيطه، تجبرت الاضراب تاعي انا ما عرفتش شنو واقع. وشكون الناس اللي بالبلد والناس اللي نايضت الفوضى والناس اللي كذا تصدق تحت في الفخ وتحت في الحمله وعطوني 20 سنه ديال الحبس. ها علاش كنقول لبنادم رد بالك؟ ومشات لي الحياه ديالي كامله، ومشاو لي والديا، ومشى لي المستقبل ديالي، ومشات لي كلشي. ودابا عايش عن فضلك كنهضر معاكم من القهوه. ما عندي حتى واحد على الله وانتوما. انت يا خوتي كنهضر مع المغاربه كاملين، واللي بغى يهضر يهضر مع الطبيب ديريكت. النمره ديالو هي 06 95 11 67 95، 06 95 11 67 95. محمد الطبيب، محمد بالطبيب، واللي بغاني يعيط لي بالواتساب وانا موجود. محتاج للرجال تاعنا، محتاج للخير، وما كنبغيش نمشي عند بنادم ع بعض الساعات كنهضر لا اله الا الله محمد رسول الله. خوتي الشباب ردوا بالكم، الحبس ما يصلح ما يسوى، ولا اله الا الله محمد رسول الله، وباقي ما يتعاود. وعسى الملك.